الملتقى الدولي للفكر الصوفي عند الشيخ ماء العينين الذي يعقد هذه السنة دورته السادسة. هذه الدورة التي جاءت بعد توقف دام 3 سنوات بسبب جائحة كورونا كانت مناسبة لنقيم الدورات السابقة ونطرح تصورا جديدا يرتكز أولا على أن يكون الانطلاق هذه السنة من تيزنيت ومنها إلى مدينة قلمين باب الصحراء. الملتقى يحتضن الأكاديمية العالمية للصوفية التي تنظم مؤتمرها 10 للتصوف في المغرب، وهي هذه أول مرة يعقد هذا المؤتمر دورته خارج تركيا وهذه المرة بالمغرب. وهذا بالنسبة لنا يدخل في سياق الدبلوماسية الروحية التي تترجمها مؤسسة الشيخ ماء العينين في إطار التوجه العام للمملكة المغربية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده. هذه الرعاية وهذا التوجه الذي لا يقتصر فقط على العمق الإفريقي ولكن على مجموع التراب الوطني، العلماء الذين شاركوا معنا في هذا الملتقى عبر كل مداخلاتهم أكدوا على أن المغرب يقدم نفسه على أنه نموذج مثالي أولا للأمن الداخلي ولكن أيضا للمساعي الحميدة في كل النزاعات الدولية التي يتدخل فيها داعيا إلى السلم والوئام. اليوم المؤسسة تحس باعتزاز كبير وهي تشرف على نهاية هذه الجولة الأولى من هذه الدورة، لأن الشعار الذي رفعته شعار أن التصوف هو منبع إصلاح للقيم الكونية فيه توجه ورسالة ليس فقط داخلية للمغرب ولكن أيضا من خارج المغرب، لأن القيم الكونية التي تنادي بها المنظمات العالمية لو عادت إلى عمق التصوف لوجدت فيه الكثير من الحلول ليس فقط للفرد ولكن للمجتمع، لأن التصوف النابع من القيم الإسلامية بالكتاب والسنة هو التصوف الحقيقي. لأنه في جزء آخر من هذا الملتقى هناك طروحات تدافع على أن هناك ضرورة اليوم أن نوحد المرجعيات ولكن هناك ضرورة أيضا أن ننقي التصوف من كل الخرافات التي تحوم به وتشوه سمعته على الصعيد العالمي وتشكل حاجزا بينه وبين كثير من الناس الذين هم مدعوون أن يعانقوا التصوف بقيمه، قيم الصفاء، قيم التسامح، وقيم الإنسانية النبيلة.